اقسمها، لانه في النهايه انت محتاج المجلس والمجلس عليه مسؤوليات ضخمه. واذا قدرنا او مشينا ورا الطلبات والمطالب الحزبيه او الانتخابيه، المجموعات هتكون نتيجه ان يعني طبعا كل الناس بتقدر مصالحها الحزبيه، عاوز ياخد فرصه، يلتقي بالجماهير، عاوز ينزل ايه الى اخره. انما انا اجي اقول انه نحن في حاجه الى مجلس النواب، وخاصه بهذا العدد الكبير، وعندنا القوائم الاربعه، وعندنا المقاعد الفرديه، وعندنا بقى اللجنه العليا للانتخابات تاني. انا بقولها لثالث مره، شوف في 10 دقائق الاولى، لجنه الانتخابات لابد ان تدرس سلطتها واختصاصاتها، وتكون تعمل بحسم وبحزم، مش ما فات قد مات والتزوير يتم. والناس لازم تعرف، حتى على فكره المرشحين ايضا لازم يبص للقواعد ويرجع للنصوص، حتى لو كان من رجال اعمال.